منى مرشد، مشروع التكوين بالتناوب. كيفاش جاتك الفكرة ديال هذا المشروع؟ كما كيعرف الجميع، إيداك هي شركة كبيرة اللي كتعتمد على رأس المال البشري ديالها اللي كيتكون من 3200 كولابوراتور اللي عندهم دي كومبيتونس تري تري بوينتو باش كتنجح لا ميسيون ديالها اللي هي توزيع ديال الماء، الكهرباء، الإنارة العمومية وتطهير السائل في الدار البيضاء الكبرى. ولهذا مع ليكيب إيغاش اجتمعنا باش نفكروا في فكرة مبتكرة اللي غتمكننا أننا نديروا واحد لو ريكروتمون إيفيكاس ديال دي تكنيسيان كي سون bien sûr qualifiés, compétents, qui peuvent assurer la relève des personnes qui sont à la retraite et qui sont experts dans leur métier et en même temps, pourquoi pas, être opérationnels dans le cadre du recrutement. De là, j'ai cette idée que nous allons vous présenter aujourd'hui. Vous présentez ce projet. Alors, le حل هي une formation par alternance. كما قلت tout à l'heure, فكرنا مع ليكيب اي اتش اون اريفي قلنا كيفاش يكونوا عندنا دي تكنيسيان كاليفيي اللي يكونوا عندهم دي كاليتي في لا كومونيكاسيون اجيل وتكنيكمون يكونوا مزيانين. دونك فاش حلمنا جات لاكاديمي ليداك كتنا عندي الحل. دونك الحل هو انني ندير اون فورماسيون نسميوها لالتيرنانس. علاش؟ حيت غادي تكون اون بارتي تيوريك في لاكاديمي اي اون ايميرسيون في التيران مع لي ديريكسيون مع لي زوبيراسيونيل. من هنا جات الفكره. دونك درنا ان كونكور اللي كانوا فيها واحد 100 بيرسون اي استقبلناهم. كان لو كونكور كان لونتروتيان وخدينا واحد الفئه اللي هي فيها واحد 25 جون ايتوديون لوريا يلاه تخرجوا اللي تبارك الله عندهم لو نيفو تيوريك روكي ولكن ناقصهم كلكو سوفت سكيلز ولا كلكو كاليتي اكومبلي بار لا فورماسيون. دونك بقاو معنا مده 5 ديال الاشهر قراو في الاكاديمي تعلموا مشاو لي ديريكسيون ديالنا فين شافوا لو تيران فين ايزون ابري لو جيست ميتيي اي سي لا ابري 5 موا داروا لنا اون تري بيل بريزونطاسيون اللي كل واحد كيجي كيقدم شنو تعلم شنو شاف كيسكي لا ماركي في لا كولتور دو لونتربريز وكان لو جوري بيان اونتوندو اي ايتي ان تران دو نوتي. 25 بيرسون كنا غناخذوا واحد الفئه مي فاش شفنا تبارك الله كيفاش تطوروا ما بين النهار الاول ومور لا فورماسيون. دونك اون ريكروتي 25 بيرسون من هاد لا بروموسيون. اشنو هو التاثير الايجابي ديال هذا المشروع على الخدمات المقدمه للساكنه؟ Alors l'ijabiyat dial had le projet formation par alternance, on a recruté des techniciens qui ont appris le geste métier mais les opérationnels sont tbakallah très bien aujourd'hui. Tanian, ils se sont imprégnés de la culture d'entreprise. On est une entreprise qui est atypique et donc déjà had le point, il est très important. Ou Tanitan, à travers le réseau li daro fach chtarlo ma el mehaniyin dialna, annahu aujourd'hui sahlat alihom l'intégration dans l'entreprise. Bfadl l'académiat li dak ou l'imkaniyat li offrata en terme de plateforme pédagogique, de formation, ou zayd ala dalik mousahama dial shuraka dialna, que ce soit des partenaires institutionnels ou la académique, les techniciens qui ont été recrutés ou li ltahqou bina, tbarak Allah, عندهم كفاءة اللي هي عالية aujourd'hui. وهذا اكيد كينعكس ايجابا على الجوده ديال الخدمات اللي كنقدموها للساكنه ديال الدار البيضاء الكبرى. منى مرشد، شكرا لك على المشاركه ديالك معنا وعلى التقديم الهائل لهذا المشروع. كيف ما شفتوا معنا، مشروع التكوين بالتناوب هو طريقه فعاله مكنت الخريجين ديال اكاديميه ليداك اللي استفدوا من هذا التكوين انهم يطوروا المهارات النظريه والتطبيقيه ديالهم في مجالات الماء والكهرباء ويكونوا اوبيراسيونيل من النهار الاول ديالهم في العمل. كانت هذه اخر حلقه من برنامجنا المبتكرون، وعدنا يتجدد في فرصه مقبله ومع سلسله جديده. الى اللقاء.